حبيباتي احبائي، السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال الهريسه. لهاد الوصفه غادي نحتاج انا خديت كيلو الا ربع ديال لي بيمون هكا روج، بيمون فور، نظفتهم غسلتهم وقسمتهم على الطريقه كما كتشوفوا. ما حيتش لهم الزريعه كامله ديالهم. هنا غادي نحتاج جوج فلفلات كبار حلوين، حتى هما يا في اللون الاحمر. غادي نحتاج الملح، غادي نحتاج زيت الزيتون، وغادي نحتاج عصير ديال الليمون، عصير حامض. غادي نحتاج 4 فصوص تاع الثوم، زوج ورقات تاع الرند، القزبر يابس مغرفه كبيره، نص مغرفه صغيره تاع الكمون، مغرفه ونصف تاع التحميره، وهنايا عندي مغرفه كبيره تاع الفلفل دريش الدريس عفوا، او السودانيه او بيمون ديسبوليت. فكمرحله اوليه انا غسلت هنايا كما قلت لكم الفلفله ديالي وقطعتها. غادي نزيد عليها مباشره فلفله حلوه حتى هي اللي قطعتها، وغادي ندير عليها هاد الوريقه تاع الرند كما كتشوفوا هنايا باش يضيقوا لي البنه، وغادي ندير الثوم كذلك باش يتبخر. غادي ناخذ شويه ديال الملح البنات، ماشي بزاف، شويه نرش هكا من الفوق صافي. وغادي نديرو يتبخر لمده تقريبا نصف ساعه حتى لساعه الا ربع، حتى كتبخر لينا وتنزل تماما، ونرجع معكم ان شاء الله. وهنايا احبائي حبيباتي كما كتشوفوا معايا في الفلفله ديالي تبخرت ليا مزيان، خليتها حتى قطرت من المشويه. مباشره غادي نجيب الروبو ديالي كما كتشوفوا، غادي ننزل نصف الكميه. فانا حيدت هذوك الوراق تاع الرند البنات لي فايدو لوغي، حيدتهم صافي. انا نزلت بنصف الكميه، ف غادي نزل نصف الكميه ديال لي بيمون دو سبوليت باش تحل ليا مزيان معاهم كما كتشوفوا. وغادي ندير شويه ديال زيت الزيتون باش تحل ليا بسرعه، وغادي نطحنها البنات. بسم الله. ريحتها حاره البنات طالعه ما نقول لكمش. وغادي ننزلها مباشره هنايا كما كتشوفوا، صافي البنات. غادي نكمل هاد الكميه اللي بقات عندي ونرجع معكم طحنه، ونرجع معكم ان شاء الله. كملت كاع الكميه كما كتشوفوا معايا، ها هي طحنتها كامله. في هاد الاثناء غادي نزيد التوابل ديالي اللي ذكرتها لكم من قبل. غادي نزيد الملح، الملح كيبقى حسب الذوق، كل واحد والذوق تاعو. غادي نزيد زيت الزيتون، قس 4 كاس كما كتشوفوا معايا، نكتفي بهذا القدر. وغادي نزيد لها تقريبا زوج ديال الملاعق كبار ديال عصير الليمون. كنخلط هادشي كامل بالطريقة كما كتشوفوا معايا، كتجي لذيذة هاد الهريسة، الهريسة عفوا في ميزون اللي كنديرو هكا في الدار، كتجي لذيذة. كنخلطو كاع التوابل باش ينسجمو مع بعض، وكنديرها فوق النار حتى كتغلى وكتزيد تبخر وكتشرب ليا حتى كتولي خاطرة، ونرجع معاكم ان شاء الله. وهنا كما كتشوفوا فهي بدات كتشرب ليا، نحركها نخليها حتى تشحر. هنا ما غاديش نزيد ليها بزاف، تقريبا كيد لها واحد زوج ثلاثة دقائق صافي، وغادي نحيدها ونتلاقى معكم ان شاء الله في الطبق النهائي.
هذا هو الشكل النهائي ديال الهريسه ديالنا كما كتشوفوا. انا هنايا درتها في واحد البوكال او قرعه او قنينه معقمه، درت عليها شويه ديال زيت الزيتون من الفوق. نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا. وهنايا كذلك درت شويه باش غادي ناكلوه اليوم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، الى عجبكم ما تنساونيش من لي لايك، الدعم، اشتراك في القناه ديالي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والى فيديو قادم ان شاء الله.